اهلا بحضراتكم، لكم التحيه. مجموعه من الاخبار اتصور انها يعني تهم حضراتكم بقدر كبير. خليني ابدا بزياره الرئيس السيسي للهند القائمه الان. الهند بلد كبير، بلد مهم، بيصعد الهند كدوله من الدول العظمى والكبرى. بنتكلم على صناعات في غاية الأهمية بتحصل في الهند، تصدير للهند بشكل كبير. الهند بلد أصبحت رقم مهم على خريطة العالم، سواء بتتكلم على الخريطة الاقتصادية أو بتتكلم على الخريطة العسكرية أيضا. النهاردة كان في نشاط مكثف لسيادة الرئيس، وفي الحقيقة مجموعة من الاتفاقيات أيضا كانت في غاية الأهمية. نتكلم في تعزيز تعاون على المستوى الاقتصادي، على المستوى التجاري. بنتكلم ان احنا ازاي نزود التبادل التجاري بيننا وما بين الهند. بنتكلم على انه النهارده كان في خبر مهم جدا وتصريح مهم لسياده الرئيس، وقال انه هنزود خطوط الطيران اللي بيننا وما بين الهند. الهند بلد كبيره يا جماعه، العلاقات مع الهند علاقات في غاية الأهمية، سواء بتتكلم على مستوى الاقتصادي، بتتكلم على المستوى التجاري، بتتكلم أيضا على المستوى العسكري. فزيارة مهمة، توقيت مهم، تقدير أيضا في غاية الأهمية للقيادة السياسية وللدولة المصرية في حضور هذا الاحتفال الخاص باحتفال الجمهورية. بيتزامن طبعا هذه الزيارة مع مرور 75 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وما بين الهند. طول الوقت في تطور، في تقدم، الحقيقة في تواصل مهم مع الجانب الهندي ومع القيادة في الهند والجانب الهندي في جميع المستويات، لأن زي ما بقول لحضراتكم الهند رقم مهم على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العسكري. بتكلم في التصدير، بتكلم في التصنيع في غاية الأهمية، وأيضا التجاري، فمهم جدا تطوير وتعزيز العلاقة مع الهند. خليني أرحب بالسيد السفير محمد العشماوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير سيد السفير. شكرا على استضافتكم. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. هند بلد كبيرة، رقم مهم في لو هنقيسها على مستوى العالم سيد سفير، في مجال الاقتصادي، بنتكلم في التصنيع، بنتكلم في الاي تي. الهند اعتقد اصبحت بتفرض نفسها من حيث الانتاج والتصنيع والتصدير على مستوى العالم. نعم، الحقيقه في العلاقات الدوليه، ويعني فعلا انا يعني كان لي شرف العمل في الهند، اول بلد عملت فيها في الخارج، سكرتير اول للسفاره المصريه في الهند من سنه 78 الى سنه 82 سكرتير اول. فالهند في الحقيقه مدرسه دبلوماسيه عاليه جدا. ودوله على مستوى الدبلوماسي، نعم، ودوله ديمقراطيه من الدرجه الاولى. تقدمت اقتصاديا تقدم غير عادي في الفتره الاخيره الحقيقه، يعني حصل تقدم كبير جدا، وتعتمد على العلوم الحديثه وتعتمد على التكنولوجيا الحديثه، يعني لدرجه ان الامريكان يعني يستفيدون من المكاتب الهنديه في مجال يعني التكنولوجي، تقدم التكنولوجي، يستفيد منهم استفادات كبيره في الولايات المتحده الامريكيه. من واستطاعت الهند ان تقوم بعمليه تنميه بشريه على اعلى مستوى، ولها علاقات قويه جدا مع القاره الافريقيه. جزئيه مهمه قوي يا سيد سفير، مساله التنميه البشريه. نعم، بالتوازي مع التقدم، فتبقى شيء عظيم الحقيقه. صحيح. نعم، الحقيقه شيء مهم جدا جدا، وعندهم خبرة وتجربة عظيمة جدا. ومصر باعتبارها بوابة القارة الأفريقية، في الحقيقة الهند مهتمة جدا برضو بالقارة الأفريقية، ومهتمة يعني أمان الملاحة في منطقة قناة السويس ومنطقة البحر الأحمر ومنطقة باب المندب والخليج العربي. تعنيها هذه الجزئية سيد سفير؟ نعم، تعنيها بشكل أساسي أقصد، يعني طبعا التعاون بين مصر والهند وخلق نوع من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند أمر في غاية الأهمية، خصوصا وأننا ندخل حاليا
في ما يشبه طبعا كثير من خبراء العلاقات الدوليه يقولون اننا نعيش بدايات يعني حرب عالميه ثالثه، سينشا بعدها توازن يعني نظام دولي جديد. تغيير كامل. نعم هذا النظام الدولي الجديد هناك طبعا قد تكون بين الصراع بيكون بين الصين وبين الولايات المتحده مع الولايات المتحده الامريكيه، ولكن هناك دول يعني لها مكانه كبيره جدا في العلاقات الدوليه والنظام الدولي الجديد، ستكون منها مصر، البرازيل، الهند، يعني هذه الدول، وفي جنوب افريقيا ايضا هذه الدول سيكون لها وضع سياسي واقتصادي مختلف في التشكيل العالمي الجديد. بالتأكيد. أيوة. بالتأكيد. تمام. طيب. في العلاقات المصرية الهندية طبعا أمر مهم جدا. أيوة. وزيارتهم وزيارة السيد الرئيس، ويعني باعتباره ضيف الشرف في الاحتفالات الجارية في الهند حاليا. أمر مهم جدا يعكس أيضا وهو تجديد لفكرة العلاقات المصرية الهندية منذ أكثر من 70 سنة. وكان في الحقيقة نهرو والرئيس كمال عبد الناصر طبعاً. وعدم الانحياز. أيوه. نحن نعيد هذه الذاكرة مهمة جداً جداً في طبعاً. الفترة القادمة طبعاً. وتجديد العلاقات. علاقات لها تاريخ يعني. نعم. مع نعم. الهند. نعم يا سيد سفير. ميراث قوي جداً في الحقيقة. صحيح. القضايا اللي تم التوافق عليها من في خلال هذه الزيارة في تقدير حضرتك إيه؟ نعم. إن القضايا اللي في توافق عليها في الرؤى ما بين مصر وما بين الهند. والله هو في موضوعاتها كثيرة جدا، التعاون طبعا التكنولوجي واستفادة يعني نقل الاستثمار بين مصر والهند، ودور الهند في تنمية الدول الأفريقية في الفترة القادمة، لأن هذه تأثرت بالوباء الذي اجتاح العالم وبالحرب الأوكرانية الروسية. ففي الفترة القادمة يعني دور مصر والهند دور مهم جدا لصالح البلدين ولصالح الدول النامية والدول التي تعاني فقرا شديدا جدا بسبب التطورات الدولية. نعم. الهند ثالث أكبر شريك تجاري لمصر. نعم. وارد من خلال هذه الزيارة تعزيز أو زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. مجمل التجارة وصل حاليا بين التجارة المتبادلة بين البلدين حوالي 5 مليار دولار. نعم. يعني تنمية التجارة والاستثمار الهندي في مصر وفي الدول الأفريقية أعتقد أنه في صالح البلدين. وحيزيد أقصد أنا بس أكيد. بالتأكيد. أشكرك سيد سفير، بشكر حضرتك فن. النهارده رئيس وزراء الهند أعلن النهارده في هذه الزيارة على أنه حجم التجارة ما بين مصر وما بين الهند حيرتفع مع مصر وحيصل في خلال 5 سنوات مقبلة ل 12 مليار دولار. خليني أرحب دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام. دكتور أحمد مساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور أحمد، أهلا بيك. أهلا بك. حضرتك شايف هذه الزيارة والقضايا والملفات المتفق عليها، ايه هي يا فندم؟ طب دعنا استاذ عزه في الاول ندع هذه الزياره في سياق السياسه الخارجيه المصريه، السياسه الرشيده وفلسفه هذه السياسه القائمه على تنويع شراكات مصر الخارجيه الانفتاح شرقا غربا شمالا جنوبا بما يعظم التنميه في الداخل، ما نطلق عليه ما يسمى دبلوماسيه التنميه، هو توظيف علاقات مصر الجيده والقويه مع دول العالم المهمه في خدمة التنمية في الداخل بما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المواطن المصري. في هذا السياق تأتي أهمية الهند. أهمية الهند هي مهمة. الهند خامس قوة اقتصادية على مستوى العالم. الهند يسوق 1.3 مليار نسمة. الهند لديها تجربة تنموية رائدة وملهمة ولديها مزايا نسبية، وهنا التشابك مع الاقتصاد المصري الاقتصاد الواعد الذي يحقق معدلات نمو مرتفعة، ولديه العديد من الفرص الاستثمارية التي دائما ما تكون في محط اهتمام الرئيس السيسي في أجندة زيارته للهند أو غيرها من الدول، هو الالتقاء بكبريات الشركات وعرض الفرص الاستثمارية في محور التنمية في العاصمة الإدارية إيران المشهد. وبالتالي هذه الزيارة هي بتسير أو تعالجت عدة مسارات، مسارات ثنائية شملت المسار الاقتصادي، المسار السياسي، المسار الحضاري والثقافي والأمني، ومسار العلاقات الدولية والقضايا الإقليمية والدولية.
المستوى الثنائي ايوه العلاقات لديها اسس قويه وراسخه منذ عشرينيات القرن الماضي بين ثوره 19 في مصر وثوره مهاتما غاندي في الهند ضد الاحتلال الانجليزي. في نعم الخمسينات كان هناك مؤتمر بندونج والتعاون المصري الهندي بين الرئيس عبد الناصر والرئيس نهرو في تاسيس علم الحياد وضبط مسار العلاقات الدوليه لبان الحرب البارده. منذ زيارة الرئيس سيسي في 2015 وزيارته في 2016 شهدت العلاقات طفرة كبيرة. على المستوى الاقتصادي وبلغة الأرقام نقول أنها تجاوزت 7.5 مليار دولار، واليوم في المؤتمر الصحفي كان هناك سقف هذه الطموح لرفعها إلى 12 مليار، بما يضع الهند حقيقة في أوائل الدول الشريك الاقتصادي المهم لمصر. أيضا في هذا المجال هناك دعا الرئيس سيسي لجذب الاستثمارات الهندية في مصر، لأن مصر الآن دولة اقتصاد واعد والعالم يبحث عن التعافي الاقتصادي، وبالتالي هذه العلاقة. إيه الفرص دكتور أحمد؟ إيه الفرص اللي موجودة في مصر حاليا بعد هذا الكم من المشروعات؟ وأعتقد إنه كمان قبل ما نكمل السؤال دكتور أحمد، أعتقد إنه تقارب المصري الهندي وضع ما تقوم به مصر وما قامت به الدولة المصرية من مشروعات ومن إنجازات حصلت بالفعل على الأرض واصل بشكل واضح للهند. يعني أستاذ عزة، بلغة الاقتصاد مصر الآن تدخل مرحلة الانطلاق الاقتصادي، يعني نعم. هي تمت مرحلة البنية الأساسية اللوجستية من طرق ومحاور وموانئ، وتخش مرحلة النهوض الاقتصادي والانطلاق بشهادة البنك والصندوق الدولي. هناك الكثير من الفرص المهمة والمزايا التي يمكن أن تقدمها مصر للهند وتستفيد منها الهند، بالطبع زي. في المشروعات القومية في محور التنمية في بقناة السويس، في العاصمة الإدارية الجديدة، بغيرها من المشروعات العملاقة التي تمثل بيئة جاذبة وواعدة للاستثمارات الهندية. هذه النقطة. النقطة الثانية ايضا ان مصر تمثل بوابه للهند والاقتصاد الهندي والسلع الهنديه الى افريقيا والشرق الاوسط، وبالتالي كما في المقابل الهند تمثل بوابه لمصر في الاسواق الاسيويه وايضا السوق الهنديه 1.3 مليار نسمه. نعم. بالتالي نعم. هناك مجالات في البرمجيات، في التعاون الاقتصادي، في الامن الغذائي. الهند احد الدول المهمه في انتاج القمح، هناك بنستورد منها القمح يا دكتور احمد. بالطبع، يعني كل هذه تمثل أهمية كبيرة حقيقة، لأن العلاقات السياسية ممتازة بين البلدين، هناك تشابك وتنسيق مصري، وبالتالي المسار الثنائي يشهد طفرة والزيارة تساهم في دفع هذه العلاقات إلى مزيد من التطوير، وحتى كما قلنا في المؤتمر الصحفي ترسيخ ووصف العلاقات بأنها مستوى الشراكة الاستراتيجية. هذا يعني التنسيق الكامل والتعاون بين البلدين فيما يفوز بالنفع على شعبي البلدين. هذه النقطة. النقطة الثانية أيضا وهي أننا نعيش في عالم مضطرب، هناك أزمات، هناك توترات، هناك استقطاب دولي بين القوى الكبرى الأخرى، وهنا يبرز صوت العقل والحكمة والاعتدال لمصر والهند في ضبط إطار هذا الاندفاع في العلاقات الدولية وعسكرتها. وبالتالي هذا وهو الصوت الصوت الهندي فعلا دكتور أحمد، إيه عطفا على الكلام اللي حضرتك بتقوله، الصوت الهندي صوت أولا صوت واعي هادئ لا يميل إلى التوتر ولا يشجع على التوتر صحيح. ولا الاستقطاب. صحيح أستاذ عز. نعم. هناك تاريخ معروف في مصر والهند في هذا الأمور، بالذات تبني سياسة الحياد الإيجابي، الحياد الإيجابي، الحياد القانون الدولي، الأمم المتحدة، رفض استخدام القوة في العلاقات الدولية، رفض احترام سيادة الدول، تكريس مفهوم التعاون الجماعي الدولي. هذه النقطة مهمة، لأن الاستقطاب الدولي بين أمريكا من ناحية وروسيا من ناحية وأمريكا والصين من ناحية، كل هذا أدى إلى نوع من العزلة والأنانية الدولية، غاب مفهوم العمل الجماعي الدولي. مصر الآن والهند تقود هذا التيار، تيار التعاون الاقتصادي، لأن في التعاون الاقتصادي الكل رابح رابح، بينما في تيار الصراع والتوترات والحروب الكل خاسر خاسر. بالظبط. رسالة مهمة للنظام الدولي وبتعكس قيمة وحضارة مصر والهند وثقة البلدين إقليميا ودوليا. نعم صحيح. بشكرك دكتور أحمد سيد أحمد، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. كلام مهم النهارده كمان زي ما بقول لحضراتكم إنه رئيس الوزراء قال النهارده إنه نتطلع لمشاركة الشركات الهندية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة بمصر، ده تصريح من جانب رئيس الوزراء الهندي. طيب احنا بنتكلم في تعاون، بنتكلم في محتاجين تعزيز التعاون، محتاجين ان احنا
أولا نشتغل على فكرة إن احنا نزود ما نصدره للهند، وأيضا التعاون في مشروعات قائمة بالفعل على أرض مصر، هذا في غاية الأهمية. بتكلم على تعاون مجالات كبيرة، بتكلم زي ما قلت لحضراتكم إنه تكنولوجيا الهند متقدمة فيها بشكل كبير جدا. المادة الخام للأدوية الهند من البلاد المتصدرة لهذا الجزء المهم جدا، تكلم في دواء، بتكلم في علاج، بتكلم في مادة خام موجودة في الهند على جميع المستويات. نعرف تعاون ممكن يزيد في أي مجال من المجالات، زي ما قلت لحضراتكم النهاردة سيادة الرئيس قال إنه عدد الرحلات الطيران ما بيننا وما بين الهند هيزيد. خليني ارحب باستاذ احمد السبكي، عضو مجلس الاعمال المصري الهندي. استاذ احمد مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير يا فندم. اهلا اهلا بحضرتك، اهلا بيك. مبدئيا خلينا نعرف من حضرتك استاذ احمد، فعليا حاليا التعاون اللي بيتم ما بيننا وما بين الهند على المستوى الاقتصادي. الحقيقه يا فندم حاليا احنا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي في قطاعات كتير بتنمو، والكوبريشن بين مصر والهند بينمو فيها، خاصه صناعه الادويه والرو ماتيريال بتاعه الادويه، ودي مصر بتستورد منها كميات كبيره، وتعتبر الهند البلد الاساسيه للسبلاي بتاع الرو ماتيريال بتاع الادويه في مصر. الحاجه الثانيه الحقيقه والمهمه جدا هي تكنولوجيا المعلومات. الهند النهارده من اقوى الدول في البروجرامينج والسوفت وير، وبدا فعلا في مذكرات تفاهم كبيره بين الحكومتين لتبادل الخبرات في تكنولوجيا المعلومات. وعلى راسها كمان مشاريع الكول سنتر. النهارده حضرتك عارفه الهند اكبر سنتر وهاب للكول سنتر اول اوفر ذا وورلد، يعني انا لو عندي في شركات بنكلمها في انجلترا، فرنسا، المانيا، بيرد علينا كول سنتر في الهند. مصر بدات تدخل الكوبريشن مع الهند في القصه دي. ازاي نستفيد في القطاع ده؟ القطاع ده في غايه الاهميه، غير ان هو الحاضر ايضا دكتور احمد، هو المستقبل. طبعا يا فندم طبعا، وهو الحقيقه نستفيد من ده ازاي؟ في توصيات كبيره والكوبريشن من السيد رئيس الوزراء في مصر، وخاصه زياره الرئيس السيسي حاليا هناك لاصدار مذكرات تفاهم وتبادل خبرات وتدريب ومشاريع مشتركه في مصر والهند بين الشباب لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات. في قطاع تاني يا فندم برضه في كوبريشن ضخم وبنتابعه في مجلس رجال الاعمال المصري الهندي، هو قطاع الزراعه. الزراعه مصر بدات تستورد وفتحت وعمدت بروتوكول لاستيراد القمح الهندي، خاصه بعد الازمه الاوكرانيه وحرب اوكرانيا وروسيا. في تعاون زراعي، في شركات زراعيه بتتعاون في الزراعه داخل مصر. مصر النهارده في بعض الاوقات في استثمار دكتور احمد، في استثمار هندي في مجال الزراعه في مصر، يعني بدا، بس احنا يعني كويس بشكل البرد، واحنا برضو بنضغط، وهم الحقيقه انترستد ان هم يتعاونوا معانا بشكل اقوى، وفي بلاند قويه للفتره الجايه ان شاء الله. كويس وعايز اقول لحضرتك برضه مصر بدات تصدر قوالح للهند بكميات كبيره. ده ما كانش موجود قبل كده فعلا؟ لا، كان بكميات بسيطه ورمزيه، لكن الحقيقه في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا بدا يجرو بشكل قوي جدا، وفي خطه طموحه. اكتر حاجه بنصدرها للهند وهم شايفين هذا الجزء في الزراعه المصريه مفيد بالنسبه لهم وعلى درجه عاليه من الجوده. ايوه طبعا، الموالح يا فندم. موالح ثم بشكل البطل. عام بشكل عام، لان مصر النهارده بقت اكبر مصدر للموالح في العالم. يا موسى تزيد الفوليوم بتاع في خطه برضه طموحه اعلنها رئيس الوزراء الهندي، ان احنا خلال الخمس سنين الجايين حجم التعاون لن يقل عن 12 مليار دولار. صحيح صحيح، فده برضه احنا شغالين عليه وبنتبادل المعلومات معاهم وبنشوف القطاعات اللي نقدر نجرو فيها مع بعض. تمام. طيب استاذ احمد، النهارده سياده الرئيس السيسي اعلن تكثيف الطيران والترحيب بالسائحين الهنود. السياحه الهنديه، انا طبعا عارفه ان حضرتك، بس انا بتكلم كاعمال لمصري هندي. يا فندم ممكن فتالي يبقى عندك المعلومه يعني بشكل او باخر. السياحه الهنديه مصر من 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 هذه المقاصد بالنسبه لهم كسياحه؟ اولا حضرتك، هو حركه الطيران بتدعم الحركه الاقتصاديه ورجال الاعمال بين البلدين.
الحاجة الثانية كقطاع سياحي، النهاردة أنا عايز أقول لحضرتك أنا زرت الهند مرات عديدة. الهنود من العاشقين لمصر ويحبوا يزوروها جدا جدا، وبيدوروا على دايما فرص للسياحة المصرية. عايز أقول لحضرتك حاجة كمان، مع انخفاض العملة المصرية السياحة اتفتح جدا، بقيت أنت جاذب للسياحة. فالكوست بتاعت السفر ما بقتش عالية، فطبعا بالنسبة للسياحة الهندية لا هيكون قطاع قوي، خاصة ان البوبيليشن الهندي 1.25 مليون مواطن. طبعا لو فتحنا التشانل القوية للسياحة هنستفيد جدا جدا. بيستهدفوا ايه في السياحة استاذ احمد؟ اقصد هل الهند تركيبة الساحل الهندي بيستهدف اكتر السياحة الشاطئية، بيستهدف السياحة الثقافية الدينية، بيستهدف ايه؟ شوفي حضرتك ترفيهية، ان هم بيعدوا 1 مليار مواطن، فهتلاقي كل الرغبات متنوعة لكل القطاعات. تمام. هتلاقي جزء بيشجع السياحة الأثرية لها علاقة بالآثار، جزء الشاطئية، جزء العلاجية. تمام. في بعض الحاجات مصر النهاردة يعني بتهتم بقطاع السياحة في عدة أنواع، والسياحة مش شاطئ بس ولا آثار بس، لا هي في قطاعات كتير قوي. في بلاد قايمة على السياحة الطبية، سياحة المعارض، كل الكلام ده نقدر نشجعه، ودي فرصة كويسة قوي، لأن احنا عملتنا نزلت شوية وسعرنا بقى very reasonable compared قبل كده. هم لو عملنا عليها focus وماركتينج كويس تقدر تمشي معانا، تدخلنا دخل كبير. سياح طبعا. العملة بتاعتهم مقدارها قد ايه بالنسبة للعملة المصرية؟ العملة بتاعتهم الروبية هي هي بالنسبة للدولار نسبتها تقريبا بتتراوح بتزيد وتقل 5%. ايوه. فهم كعملة هي تعتبر ثابتة كويس. وده بالنسبة لنا هنستفيد منه، على فكرة بنستفيد منه في قطاع التصدير ليهم، احنا بنصدر موالح بكميات اكبر لان الدولار عندنا سعره اعلى، هم بيتعاملوا بالدولار. تمام. بيتعاملوا بالدولار. بيستوردوا مننا بالدولار. تمام. يعني شايف انه القادم في العلاقات المصرية الهندية على المستوى الاقتصادي والتجاري، شايف انه يعني هيبقى في الاتجاه التعظيم والتعزيز جدا يا فندم، بقوة، وسياسة الدولة كلها واخدة هذا الاتجاه، والحقيقة سياسة الدولتين واخدة هذا الاتجاه. ده مهم. وحاجة اخيرة احب اقولها ان الهند بتعتبر مصر التشانل الرئيسية للبزنس الهندي في افريقيا. فعلا. دي نقطه برضو لازم نستفيد منها كويس قوي. طبعا يعني انت نقطه مهمه، نقطه مفصليه للوصول للهند. طبعا. نقطه اساسيه. لا عفوا، الوصول للهند وايضا الوصول لافريقيا. طبعا يا فندم. تمام. شكرك استاذ احمد. تحت امر حضرتك استاذ احمد السكي. شكرك، شكرا جزيلا. انا شخصيا الحمد لله كنت في الطريق فما حسيتش بيه، لانه يعني رغم انه اتكرر مساله الزلزال الفتره الاخيره اسباب مختلفه، لكن في زلزال بيحصل واتكرر اكتر من مره، قد يكون المرات اللي فاتت ما كانش بشده النهارده كان 6 درجات ريختر، لكن ورغم تكراره لكن احنا ما زلنا، وده كويس، ده من فضل ربنا، يعني انا بشوف ان ده شيء كويس مش وحش، ان احنا اي حد بيحس بيه يقول لك ايه ده، انا دايخ، ده انا مش عارف، يعني ما حدش دماغه بتروح لفكره الزلزال، وده في حد ذاته كويس، يعني رغم تشخيصنا للحاله مش صح، لكن كويس، احسن برضو الاحساس بفكره الزلزال بتعمل شويه خوف، شويه رعب. يعني النهارده كان 6 ريختر، حس بيه الناس. ناس كتيره قالت النجف قاعد يترقص كده ويرقص شويه، وناس قالت مش عارفه ايه اللي قاعد يتكتك، يعني حس بيه جزء من الناس، جزء كبير زي ما بقول لحضراتكم في يعني الحياه اليوميه وفي الحركه، بما انه ده بيحصل بالنهار فجزء كبير ايضا ما حسش. خليني ارحب بالدكتور جاد القاضي. دكتور جاد مساء الخير. اتكلم على حضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك دكتور جاد. مصدره ايه؟ احنا بنتكلم في 6 درجات، رقم كبير، واعتقد ان احنا يعني الرقم الكبير ده ما تعرضنالوش من فتره. هو خليني بس بدايه اوضح ان الزلزال بعيد خالص عن الاراضي المصريه،
هو يعني في زمام الأراضي التركية، لكن احنا زي ما وضحنا قبل كده احنا في عندنا حزام في نشاط زلزالي من تركيا شرقا متجه لحد اليونان، حتى اسمه القوس الهيليني نسبة لأصل التسمية اليونانية الهيلينية. يعني ده يحصل في تركيا يسمع هنا وحس بيه بهذه الدرجة يا دكتور جاد؟ بالظبط. ليه بقى يا فندم؟ لأن اتفقنا كده في قاعدة علمية، كلما زاد عمق مركز الزلزال كلما زادت الدائرة الجغرافية للشعور به. والزلزال بتاع النهاردة كان مركزه على عمق 54 كيلو تحت الأرض، وبالتالي الدائرة الجغرافية بتاعته وصل لمدن كمان جنوب القاهرة، يعني كان في بني سويف وبعض الأماكن. ايه محافظات حست بيه غير القاهرة والجيزة يا فندم؟ احنا عندنا القاهرة الكبرى شعروا بيه، بعض مدن الدلتا، اسكندرية، بس شعور بيه على المدن الساحلية أقل نسبيا من الشعور بيه في القاهرة الكبرى. بس حضرتك بتقول بني سويف كمان ووصل فعلا لبعض أجزاء من بني سويف. تمام. لكن بما أنه بعيد عننا فهو يعني شعور لحظي، ما فيش أي خطورة. أنا متأكد. هل تسجلت أي حوادث أو أي خسائر بمعنى أدق؟ لا الحمد لله داخل الأراضي المصرية ما حصلش أي حوادث أو خسائر. لكن بس النقطة اللي أنا حابب أوضح عليها إنه إحنا كمصريين طبعا بنحب إن نحط التاتش بتاعتنا على أي حاجة. طبعا في ناس كثيرة اتكلمت إن شعرنا ودماغي داخ والنجف اتهزق، الكلام ده طبعا أنا من حيث التخصص بقول لا، يعني الزلزال اللي حصل ده بالقوة دي ما يعملش الهيصة اللي الناس تعملها على مواقع التواصل. لكن حضرتك بتتكلم كتخصص، انا بالزبط. بكلم حضرتك على ارض الواقع. لا دي ناس انا اعرفها بشكل مباشر حسوا بالزلزال وحسوا بيه وشافوا النجف بيتحرك. يعني لا على ارض الواقع اتحس. عموما اللي احنا بنأكد عليه وارد ان يحصل زلزال حتى لو داخل الاراضي المصريه لا قدر الله، التعامل معاه يكون ايه؟ هو النهارده لما يبقى عندي مبنى ويحصل زلزال والمبنى يحصل فيه اهتزازات تتماشى مع الموجات الزلزاليه، زي ما بقول نفس الرنين واحد نفس التردد واحد، ده اللي احنا بنأمله وبنشتغل عليه مع جميع الجهات العامله في مجال الانشاءات العمرانيه والمباني، ان يبقى المباني مصممه على كود تستحمل او تتعامل او تتجاوب مع الموجات الزلزاليه، يبقى ما يحصلش عندي كسر، ما يحصلش انهيار. ده جزء. الجزء الثاني ان المواطن هو كمان لما يحصل زلزال من هذا القبيل ما يجريش بقى والقفز من الشرطوفات والسلالم ويعمل هيصة ويموت ناس ويعور ناس بعيد خالص عن الزلزال، لكن من تصرفاته هو. ده يعني جزء تاني من التوعية اللي احنا بنسعى ليه، وعشان كده بالتعاون مع مجلس الوزراء في دليل استرشادي لمواجهة مخاطر الزلازل ده موجود منشور على صفحة مجلس الوزراء وعلى صفحة المعهد، ويعني بقى ناشد كل المواطنين ان هم يعرفوا. طيب دكتور جاد، هل وارد انه يحصل توابع؟ بالفعل احنا سجلنا حتى الان تابعين. كم تابع حصل من ساعة الستة ريختر لدلوقتي؟ اتنين، واحد ثلاثة وثمانية من عشرة وواحد اتنين ونص. ودول يعني غير محسوسين عندنا لان مصدرهم بعيد زي ما قلت لحضرتك. وما لهمش اي تأثير سلبي علينا. طيب دكتور جاد، لما وصل عندنا وكان 6 ريختر، امال معنى كده مصدره كان مسجل كام ريختر؟ احنا لما بنقول مصدر يعني تركيا بخوت كذا، اذا معناه القوه هناك، يعني 6 ريختر ده كان هناك، فهو عندنا اقل من كده بكتير. يعني 6 ريختر دي ده القياس في مركز الزلزال في تركيا. بالظبط كده. وهي تركيا اعلنت فعلا ان هو كان 6 ريختر عندها؟ أنا معرفة. كل المراصد الدولية أكيد. تمام. أقصد الشبكة الدولية وكل المحطات. لا أقصد يمكن دي معلومة مش كتير يعرفها، إنه الناس متخيلة 6 ريختر فهو التسجيل بتاع مصر، لكن مهم نقول للناس لما بيتم الإعلان على هو كام ريختر ده معناه في مصدره. بالظبط يا فندم. احنا بالمناسبة احنا أعضاء في شبكة دولية، جزء منها ليه من البحر المتوسط الاورو متوسطي، وده يعني حتى الزلازل اللي خارج مصر وما بنشارش بيها برضه بتسجل، وكلنا بنضيف بعض البيانات اللي بتاكد الصوره وتتكامل معاها. لانه يعني مخاطر الزلازل لا تعرف حدود جغرافيه،
وبالتالي يتحتم الحذر والحرص والانتباه لكل الزلازل اللي بتحيط بالمنطقة. تمام، بشكرك دكتور جاد، بشكرك فندم. شكرا، شكرا فندم. شكرك، شكرا. خليني اقول لحضراتكم انه في الفيوم لقوا حمير مدبوحة ومرمية الشوارع. السوشيال ميديا كان في صور كتير موجودة عليها بتكلم في كمية قليلة، لا الكلام بيتراوح ما بين ده كمية كبيرة وكمية قليلة. الحقيقة انه حقيقة الواقعة هي حصلت في الفيوم، حصلت في الفيوم، لقوا حمير مدبوحة، لقوا حمير مدبوحة. واتقال انه الحمير اللي اتلقت في الفيوم كانوا دبحينها علشان يبيعوا الحمير دي كلحمة، لكن الحقيقة انه التصريح الرسمي اللي طلع بالحمير اللي مدبوحة اللي اتلقت في احدى الكرة في الفيوم ده ما كانش عشان اللحمة. خليني اتأكد من هذا الخبر وارحب بالدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير وعزم تأخيري. انا قلت انه بالفعل لقيتوا في الفيوم عندكم مجموعة من الحمير المدبوحة اللي مرمية في الشوارع، لكن ما كانتش بغرض بيعها كلحمة، ولكن كان بغرض انها يتاخد الجلد بتاعها. اذا جلد الحمير كان هو الهدف. بالظبط يا فندم، زي ما حضرتك ذكرتي كده، يعني احنا يوم الجمعة بالليل رصدنا طبعا بعض الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بتفيد انه في جثث كاملة لحمير وهياكل عظمية لحمير وهياكل. بالظبط بالظبط يا فندم، موجودة في منطقة صحراوية بمركز يوسف الصديق. طبعا يعني ده فين؟ في مركز يوسف الصديق. تمام تمام بالظبط كده. السيد المحافظ دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم على الفور شكل فريق. انتوا عرفتوا من السوشيال ميديا يا فندم ولا عرفتوا من 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 متابعه من اي مصدر تاني؟ ما هو يعني احنا عندنا حتى يعني تكييف يا شباب لو سمحتوا. اتفضلي يا فندم. يعني عندنا مركز طبعا اعلامي طبعا وبيرصد كل الفيديوهات المنتشره، يعني المركز على السوشيال، عرفته من السوشيال. بالظبط كده. نعم. طبعا اللجنه نزلت على ارض الواقع، لقيت طبعا انه اعداد كبيره يعني بتصل كام الى كم حمار؟ حوالي 100 حمار. 100 حمار. وخليني اتكلم هنا انها معظمها 90% منها جثث كامله، وده اللي بيرجح طبعا انه ذبح الحمير كان لاستخدام جلودها وليس لبيع اللحوم. لقيتوا بقى ال 100 حمار دول من غير جلد؟ بالظبط كده، من غير جلد. بالظبط بالظبط. طب هم اتسرقوا ولا اصحابهم اللي ذبحوهم؟ يعني مين اللي عمل كده في الحمير؟ خليني اقول ان ده يعني ده من فترة، يعني ده يعني حتى الواقعة دي بقالها فترة، لان يعني لما اللجنة نزلت لقت انه هي ما هياش الواقعة دي في القريب، ولكن التحقيقات جارية دلوقتي في النيابة العامة لمعرفة طبعا مصدر اللي ذبح الحمير. تمام تمام، يعني واضح انه المسألة قد تكون سرقة، يعني واضح انه في حد هو اللي عمل كده مش اصحابها اكيد. بالظبط بالظبط كده. خلينا نتكلم ان الجزء الثاني، انه طبعا الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم وجه رؤساء مراكز المدن ومديريه الطب البيطري ومديريه التموين وفرع جهاز حمايه المستهلك علشان يتفقد وينزل يشوف مطاعم الكباب والكفته ويشوف ايضا السلاسل التجاريه والمحال. يعني بمجرد ما عرفتوا حضراتكم الخبر بلغتوا حماية المستهلك انه ينزل بقى والرقابة تنزل تشوف على محلات الكباب والكفتة واللحمة والحاجات دي، الاجهزة التنفيذية. بالضبط كده، علشان تنزل تشوف حتى سلامة المعروض من اللحوم في المحال حفاظا طبعا إيه؟ وسلامة المواطنين. لقوا ايه يا دكتور محمد؟ ما لقوش اي حاجة فندم الى الان، ما فيش اي حاجة خالص. كويس كويس كويس، كان تصرف كويس. طيب
ال 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 يعني دي الواقعة تعتبر الأولى اللي حصلت في الفيوم، إنه يتم رصد 100 حمار منزوع الجلد. الواقعة دي اتكررت خلال 3 سنوات الماضية حوالي 3 مرات. 3 مرات يعني كل سنة بتحصل من 3 سنين. بالظبط كده. وعرفتوا أسباب السنين اللي فاتت؟ خليني أقول لحضرتك، إحنا مش عارفين السبب الرئيسي إيه، ولكن محافظة الفيوم طبعًا من المحافظات القريبة للقاهرة الكبرى، وبتربطها يعني في طرق رئيسية مربوطة كبيرة. بالظبط كده، وهي وكل ما بنرصد هذه الواقعة المؤسفة طبعًا بنلاقيها على أطراف المحافظة، وبنلاقيها طبعًا في أماكن صحراوية. طيب هل لو انا بتصور، طبعا انا ما اعرفش الحقيقه دكتور محمد، انه لو في حد حماره اتسرق اكيد كان هيبلغ ولا ايه؟ بالظبط، يعني هنرصد ان في اي يعني وقع سرقه لسرقه لحمار او ما شابه ذلك. ايوه تمام، هنتابع. وبشكرك للتوضيح دكتور محمد التوني، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. المتحدث الرسمي باسم محافظه الفيوم، ده اهتمام باللي بيحصل على السوشيال ميديا، لقوا حاجات بتحصل وقال لك على الفيوم، ابتدى محافظ الفيوم يتحرك ويصدر تعليماته بانه شوفوا ايه اللي بيحصل، وتم بالفعل الوصول للقريه، لقوا 100 حمار من غير جلد مسلوخ يعني زي ما بنقول كده، ودلوقتي بيتم محاوله الوصول للسرقه لو دي حصلت بهدف السرقه. البعض قال انه زي ما قلت لحضراتكم، وقال معانا دكتور محمد التوني، انه مسألة ما كانتش علشان تستخدم هذه الحمير ويتم استخدام اللحمة بتاعتها كلحمة انه البني ادمين ياكلوها، لا، البعض قال انه الغرض من اللي حصل ده هو الحصول على جلد الحمير، لانه جلد الحمير اغلى من الحمار نفسه، او جلد الحمير هو اغلى حاجه في الحمار. خلينا نتاكد من الكلام ده، وقالوا بيستفيدوا منه بحاجات كتيره قوي، عشان كده بيسرقوا الحمير وبيسلخوها. خليني ارحب بالمهندس عبد الرحمن الجباس، نائب رئيس غرفه دباغه الجلود باتحاد الصناعات. مساء الخير يا فندم. مش مهندس عبد الرحمن؟ ايوه اهلا بحضرتك. مع حضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ايه قد كده جلد الحمير غالي؟ غالي وغالي جدا. ياه. اغلى من جلد البقر وجلد الجاموس والخروف. ايوه. لا مش الخروف، مش الخروف. يعني لك يا حضرتك انت يعني معلومات حضرتك للساده المشاهدين. يعني جلد البقري مثلا سعره 400 جنيه 450، الجلد الجاموسي 350 جنيه. الجلد بتاع الحمار من 1000 ل 1200 جنيه. شوف حضرتك بقى يعني تخيلي بقى حضرتك مثلا ثمن جلد البقري مثلا 500 جنيه، والبقره نفسها تخش في 15 20000 جنيه كلحمه. صحيح. يعني شوف حضرتك البرسنتج او النسبه ما بين دي ودي، والجاموسه طرحه. ايوه 350 400 جنيه. على بعضه بكام؟ بص حضرتك القصة يعني بمنتهى الشفافية، وإحنا في غرفة دباغة الجلود متابعين هذا الكلام. نعم حضرتك، الجلد الحمار ليه وصل ل 1000 جنيه و1200 جنيه؟ بيستخدم في إيه؟ علشان بيتملح ويصدر إلى دولة الصين، بيستخرجوا منها أدوية وعقاقير. أدوية وعقاقير جلد الحمار وعقاقير بالذات. بالذات هم حضرتك توصلوا إلى تكنولوجيا معينة، بيستخرجوا من جلد الحمار أدوية ضد كمان الكانسر يا سلام. والله فحضرتك إحنا كغرفة لقينا الامور متصاعده في موضوع ذبح الحمير وتمليح الجلد وتصديره. فوزاره بس بالشكل ده بيحصل بشكل غير شرعي بقى ولا ايه؟ بالظبط حضرتك جبتي نقطه في غايه الاهميه. احنا قلنا عشان نحافظ على الثروه الحيوانيه، طبعا الحمار وبالاحترام الشديد له يعني له وظيفته في الحياه، يعني طبعا نقل في الارياف و طبعا فا
قلنا احنا مش هنسمح بتصدير جلود الحمير الا برقم محدود للغاية علشان نحد من هذه الظاهرة. ايوة صحيح انت هتبيع كتاجر او كمصدر الجلد بألف او الف ومتين جنيه، لكن الحيوان نفسه مطلوب في حاجات داخل البلد اهم. فعشان حضرتك نطمن الناس هي تقصد حضرتك العدد. وراجعني في الكلام باشمهندس عبد الرحمن، تقصد حضرتك انه الزيادة في هذه المسألة عملية سرقة الحمير أو ذبحها علشان أخذ الجلود بتاعتها وتصديرها للاستفادة منها في الآخر، دي ممكن تقضي على السلالة نفسها. بالضبط، وفعلا النهاردة الحمير المصرية في تناقص، في تناقص لأن هما خبر الله يخلي حضرتك. بس في نقطة مهمة جدا انه او نقطه اللي هي تهم برضو المستهلك المصري. لما الراجل راح دابح الحمار عشان ياخد الجلد ابو 1200 و1000 جنيه، قدام عينه بقى الحمار قدام منه لحمه، فبيطمع. هنا بقى علامات الاستفهام تظهر بقى. انا خدت 1200 جنيه، طب وايه المانع ان انا ابيع ايه لحمه؟ تمام، بس هي دي بقى علامه وضعاف النفوس موجودين في العالم كله. بالضبط. في الكون يعني. بالضبط. كله بالضبط. فعموما اكتر من خطر جدا جدا. حضرتك بتتكلمي في نقطه في منتهى الاهميه، يعني احنا كغرفه يعني مارسنا دورنا، حددنا عدد الجلود اللي تتصدر للصين فقط لا غير. مش عايز اقول بقى برضو ممكن ضعاف النفوس بيهربوها بصوره ما او وارد بس. لكن احنا حددنا عدد الجلود اللي تتصدر للصين. طيب، ولازم ياخد حضرتك ترخيص من الغرفه على فكره انه يصدر الجلد وياخد مثلا يعني لو احنا سمحنا له بخمسه. احنا بنستخدم الجلد هنا في مصر بتاع الحمير؟ لا خالص، عشان خالص. ما عندناش طلب عليه خالص. لا أقصد ما عندناش التكنولوجيا اللي موجودة برا أو التطور اللي حصل في الصين فبيستفيدوا منه. بالضبط، لا ما عندناش التكنولوجيا نهائي. عشان نكون واضحين، هو عشان كده بيتصدر للصين لأن هم عندهم. إحنا مش مستفيدين من جلد الحمار خالص. لما حضرتك هيبقى ب 1200 جنيه أعتقد هيخش له في 20-30 ألف جنيه بعد ما يتصنع، أو 50 ألف جنيه لو بقى عقاقير. تمام. لا عقاقير ده موضوع، انا بتكلم كجلد لا 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 اطلاقا، ما فيش دباغه خالص لجلد الحمير خالص. ما فيش خالص نهائي. فبالتالي على طول الصوره تروح على انه ده للتصدير. بالظبط، ده للتصدير، وانا متاكد من معلومتي لانه التجار اللي بياخدوا الجلود دي وبياخدوا تصريح من الغرفه عشان ساعه ما يصدر الجلد بيبقى مثلا يعني عشان ابسطها لحضرتك، يعني هو بياخد من حضراتكو تصريح علشان يصدروا للصين. ايوه بالظبط كده، بس بعدد محدود، بعدد محدود. للحفاظ على السلاله. ايوه بالظبط بالظبط طبعا. تمام تمام. طب بعد السرقه وبعد الذبح، احنا بنتكلم في 100 حمار النهاردة والحقيقة برضو عرفت معلومة من الدكتور محمد انه ده حصل على مدار 3 سنين فاتوا. هتقننوا المسألة ازاي فن؟ احنا مقننينها فعلا انه مثلا ما فيش اكتر من 5000 حمار يتصدروا، بس 5000 واحد يتعمل له قضية تهريب. تمام على طول. تمام تمام. وده طبعا بالتعاون مع المطار، مع طبعا المواني عندها المواني، وهو لما بيصدر لازم يورد تصريح، لازم يورد تصريح. الزيادات دي بقى حضرتك بتبقى بيوديها بقى عن طريق غير شرعي. اكيد اكيد. انا بشكر حضرتك جدا للتوضيح باشمهندس عبد الرحمن الجباس، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. يبدو انه الموضوع في اكتر من روايه، يبدو، انا ما اعرفش، لكن اصل الحكايه غريب شويه. علشان تصرف معاش جوزها خطفت طفل رضيع من امه بالاليوبيه، واحده ست، طفلها اتوفى وهي عايزة تستمر في صرف المعاش، فإلا حصل فكرت إنها تسرق
طفل وتقول ان ده ابنها عشان تستمر في صرف المعاش. اصل الحكاية او ام الطفل كانت بيه في يعني حفلة ما او احتفالية ما او بتتفسح ما، وهذه السيدة اللي خطفت طفلها، انا بقول لحضراتكم الخبر وبعدين هنعرف حقيقة الخبر ايه، اشتغلتها شوية كده ويعني وزي ما بنقول كده في الكلام العادي بتاعنا كده يقولك ده انا غفلته لغاية ما خدت كذا، غفلتها وخدت الطفل. الام قعدت تدور مفيش ابنها لغاية ما لقت الطفل، ودخلية طبعا كل التحية لرجال الدخلية لما بلغوها ان هي ان هم لقوا ابنها. خليني ارحب بآية، آية ام الطفل المخطوف. آية مساء الخير يا آية. مساء النور بحضرتك. اهلا بيكي يا آية، اهلا بيكي. حبيبتي قولي لي ايه اللي حصل بالظبط وانت كنت فين يا آية؟ انا كنت في ملعب بوب ده. في ملعب؟ ملعب اسمه بوب. فكنا قاعدين وهي دخلت علينا، اتعرفت علينا، كان معايا ثلاث اشخاص. كان مين معاكي يا آية؟ كان معايا جيراني. جيرانك؟ رايحين بقى تتفسحوا مع بعض؟ قلنا العيال تنبسط وتفرح. تمام كويس. فهي بقى دخلت علينا، طبعا لقيت الطفل بيعيط. ابنك؟ حمدي. ايوه. فراحت قالت لنا احنا انا شغاله في مدرسه فاطمه الزهراء. ايوه. انت تعرفوا المدرسه دي؟ نعرفها. كان هارون في مدرسة فاطمة الزهراء، فهي سألته طبعا قبليها وتعرفت على هارون الأول. كانت مين؟ عاوزة. مين هارون؟ هارون بيبقى ابن خال. الست دي اللي خطفت ابنك اتعرفت على ابن خالك. كل ده في القعدة ولا كانت تعرفه من قبل كده؟ لا كل ده في القعدة. كل ده في القعدة. جت قعدت كده وسطك انت وجيرانك اللي كانوا معاكي وهارون ابن خالك وتعرفت عليه. كملي. فطبعا قالت انا شغاله في مدرسه فاطمه الزهراء وكان معاها اطفال عشان نطمن اكتر. تمام. وانتوا ما تعرفوهاش خالص؟ لا ما نعرفهاش خالص. تمام. احنا اول مره كنا نشوفها كانت بتاعت الحفله دي. ايوه. فطبعا حمدي كان على صرخه واحده وبيلعب في الارض. حمدي ده ابنك الطفل عنده قد ايه؟ عنده سنه واربع شهور. سنه واربع شهور. ايوه. فطبعا من كتر ما هو عمال يعيط قالت لي انا هشيله شويه، شالته. هو كان بيعيط ليه يا ايه؟ عشان كان عاوز يلعب مع الاطفال اللي كانت معانا. سنه واربع شهور كان عايز ينزل يلعب معاهم يعني؟ تمام يا حبيبتي كملي. فطبعا كان بيلعب مع الاطفال، راحت شايله قالت ده سكت. فتمشت بيه شويه في الجنينه وانت كنت شايفاها يا ايه؟ كانت قصاد عينك؟ كانت قصادنا. تمام. جت قالت العيل سكت وانا معايا ما تقلقوش، ده السن ده محير واتنسى من زمان وكده، بس سكت معايا يعني خليه قاعد معايا. فانا جنبك انت وجيرانك وهارون. مره فجاه كده لانها اختفت. مجرد ما رحت للامن بتوع الحفله، انا كان معايا طفل والست شالته وحكيت لهم الحكايه للامن بتاع الحفله. في الميكروفون. ايوه. قالوا كان في ست، ودتهم الاوصاف والسن وكله. ايوه. فضلوا ينادوا ويدوروا معايا بالساعات. المكان كان مقفول يا آية ولا مكان مفتوح؟ لا هو قافلين البوابة بس طبعا شايفين. تمام. لكن في بوابة أقصد يعني. تمام. كان في بوابة هما شايفين واحدة خارجة بالطفل. شافوها. شايفين. تمام. ما يقدروش يتكلموا معاها عشان ما يعرفوش ابنها ولا مش ابنها. ايوه. فخرجت رنينا بقى على خالي ده وقلنا له حمدي ضاع مش لاقيينه.
فراح قال لنا اطلعوا على قسم الشرطة اعملوا محضر فورا. طلعنا على مركز الشرطة وعملنا محضر. في خلال ساعة كانوا اتحركوا الشرطة. تمام. فرحنا مكان الحادث ويفرغوا الكاميرات ويشوفوا امتى دخلت وامتى طلعت والكلام كله. ايوه. فرغوا الكاميرات وشافوها وهي داخله وهي طالعه شايله الطفل. ايوه. تقريبا كانت منيمه ما نعرفش كانت عامله فيه ايه. يعني ما كانش بيعيط. ما كانش بيعيط كان ساكت. ايوه. باين لنا في الصور انه لا لقوه فين بقى يا ايه؟ لقوه جوه المكان اللي كان فيه الحفله ولا كانت خرجت بيه؟ لا كانت خرجت بيه. لا اقصد لقوه بعيد ولا كانت لسه في قريب من المكان؟ لا الشرطه طبعا رنت علينا وقالت لنا تعالوا خد الطفل. تمام. ايوه. وانتي لما روحتي بقى علشان تاخدي ابنك حمدي لقيتيه نايم؟ كان نايم عشان اخذوا وقت قبل ما نادوني. فطبعا لا انت يعني ممكن تكون هي اللي نايمته ولا انت لقيتي ايه؟ لا تقريبا كده كانت مخدره. كانت مخدره. عشان خد وقت قبل ما فوقوه. نادوني طبعا عشان ارضعه. كان على صرخه واحده كان عمال يعيط على صرخه واحده. ايوه. فطبعا لسه ابوسه واخده في حضني عشان اسكته الاول. طبعا انا كنت فرحانه بيه طبعا لما لقيته. ايوه. وعرفتي بقى الست دي قالوا لك الست دي مين هي وخطفته كانت يعني كان مقصود انها تخطفه؟ هي الصور بتحدد ان هي ناويه تخطفه بس هي طبعا مش عاوزه تحترف ان هي خطفته بتقول لي انا بتقول لك هو انت شفتيها واتكلمتي معاها؟ في النيابه. في النيابه قالت لك ايه؟ في النيابة كانت عاوزة تتفاوض معايا تعالي أكلمك اسمعيني لو سمحتي. وبعتت لنا المحامي كلمنا. أيوه. لكن ما يعني قالت لك إنها ما خطفتهوش. لا. هي كل ده بتقول وكيل النيابة أنا أخذت معايا البيت. وما كانش في نيتي إن الخطف. تمام. انا والدتي كانت تعبانه ورحت عشان انقل لها دم. ايوه. ليه ما اتصلت ليه ما وديتوش مركز الشرطه؟ ايوه. ليه ما وديت ما سبتوش للاداره؟ ايوه ايوه. ايوه. فراحت خدته ومشيت طبعا. بس الحمد لله جابت لي ورجعت لي. تمام تمام يا ايه. طيب ممكن اكلم جد حمدي؟ حاضر. والدك ممكن بعد اذنك؟ الو مساء الخير يا عم محمود. احمد. عم احمد. الو. ايوه مساء الخير. اهلا مساء الخير عم احمد ازيك اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. قول لي ايه اللي حصل بعد اذنك؟ من البدايه ولا منين في بالظبط؟ يعني من اول اكيد ما اتخطف وعرفته ان هي اعترفت ولا لا بخطفه. هو مبدئيا انا كنت مش متواجد ساعه ما كانوا في الحفله هم. عرفت بالتليفون يعني انا بحكي لحضرتك باجازه. ففي وقت سريع قلت لهم يعني بعد مرور 10 دقائق تقريبا قلت لهم لازم تعملوا بلاغ في القسم فورا. بالخطف وانا رحت على مكان الحادث كان في مسجد جنب الجنينه شفت فيه كاميرتين فدخلت المسجد عشان احاول اشوف اللي خطف شكله ايه او مين من خلال الكاميرات. الكاميرات ما كانتش شغاله. ايوه. بعد كده مجرد ما خرجت من المسجد لقيت قسم العبور كله اصلا في الجنينه قدام الجنينه بيبحثوا بيشوفوا. انا خرجت من المسجد لقيت القسم كله بره. الكلام ده في خلال ساعه بالظبط من بعد البلاغ. تمام. تمام. إيه اسباب الخطف ايه لما يعني اللي حضرتك هتقوله نفس اللي قالته آية؟ طبعا اكيد مفيش اختلاف طبعا لان مفيش اختلاف. هو اولا اسباب الخطف كمبررات بالنسبه للي خطفت هي قالت مبررات وبالنسبه لنا احنا شيء ثاني. ما انا فاهمه هي اللي قالته اللي فعلا آية سمعته. اصل آية ممكن تكون في لحظه طبعا خطف ابنها و تبقى ما كانتش مركزه. هي قالت انا خدته. ايوه. ساعة ما استلمنا حمدي الساعة اللي استلمناها
ضابط المباحث كان موجود تاني يوم في النيابة، أسف معلش، قال لنا الكلمة دي باللفظ، يعني الكلمة اتقالت بالظبط، الست دي كانت واخداه تورث فيه. واخداه ايه؟ تورث فيه. أنا تورث فيه معناها والله، لدرجة أنا أنا أنا, أنا أسف اللي أقوله، لدرجة ظنيت إن هي تقصد تورث محمد جزء آية، فبقول لهم إيه علاقة الباب دوت؟ فظابط المباحث ضحك لما لقاني ان انا ساذج كده للدرجه دي، مش فاهم يقصد ايه او هو يقصد ايه. دي الكلمه دي اتقالت لنا. هي تم الافراج عنها ولا لا طبعا الافراج عنها مين تتقدم لها؟ لا لا تمام. الحمد لله على سلامته، كويس ان هو في وسطكم، كويس ان هو في حضنكم، هو الحمد لله حيبان حيبان، والحمد لله ان انتوا لقيتوه بالسرعه دي. بشكرك شكرا جزيلا. إيه طيب، خلينا يعني اللي اتقال انه زي ما حضراتكم سمعتوا كده، وهي بررت من وجهة نظرها نفس كلام الجد، نفس كلام الابنة. خليني او آية، طيب خلينا نشوف محامي خاطفة الطفل هيقول ايه. استاذ ايهاب مساء الخير. استاذ ايهاب. ايوه حضرتك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اللي خطفت الطفل خطفته بغرض ايه فندم؟ اولا يا فندم، المتهمه او اللي حضرتك بتقولي اللي هي خطفت الطفل ما خطفتهوش، تمام؟ وده اللي مذكور في محضر الشرطه، وده اللي ماضي عليه الاستاذه ايه دلوقتي اللي هي لسه متكلمه، اللي هي قالت كلام غير اللي موجود في محضر الشرطه وغير تحقيق نيابه. تمام عليكي، وعندي المستند وعندي صوره رسميه من قلب محضر الشرطه وقلب تحقيق النيابه العامه. هي كل اللي قالته ان هي سابت الطفل مع واحده. مين هي؟ امه؟ ايه والده حمدي. قالت ان هي سابت الطفل مع واحده ست جنبها عشان تروح تجيب حاجه. ايه سابت الطفل مع حد من جيرانها عشان تروح مع تجيب واحده حاجة. ست شافتها في قلب الحفله عشان تجيب حاجه. ده اللي مذكور في محضر الشرطه. تمام. وده اللي مذكور في تحقيقات النيابه العامه. تمام. يعني الروايه دي ملهاش، اللي قالته ايه ده مش صح. لا اللي قالته ايه دلوقتي. طب انا هستاذن حضرتك بس عشان معانا التليفون مهم، وهرجع لحضرتك تاني بعد اذنك. استاذ عباس، زياره مهمه في غايه الاهميه اللي حصل النهارده زي ما قلت لحضراتكم، الحقيقه كان في غايه الاهميه سواء على المستوى السياسي او المستوى الاقتصادي او المستوى التجاري. بتكلم على زياره سياده الرئيس للهند. خليني ارحب بسيد سفير بالسمرادي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه. سيد سفير مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا بحضرتك سيد سفير. اهلا بيك فندم. مهم نعرف من حضرتك ما تم في هذه الزيارة لسيادة الرئيس السيسي للهند. خلينا نتكلم على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري أيضا. يعني زي ما حضرتك ذكرت، هي زيارة في غاية في الأهمية وفي توقيت دقيق جدا بيمر بيه العالم. يعني العلاقات المصرية الهندية هي علاقات فعلا تاريخية. نعم. في تشابه كبير جدا ما بين الدولتين في التاريخ، في الحضارة، في تطابق وقت النظر في حاجات كثيره، ايضا في التوجهات السياسيه المتزنه. على مستوى الساحه العالميه. يمكن تتزامن الزياره اليوم مع مرور 75 سنه على اقامه العلاقات الدبلوماسيه، ويمكن مصر من اوائل الدول العربيه لم تكن في العالم كله اللي اقامت علاقات مع الهند. زي ما بقول لحضرتك، الخلفيه التاريخيه المشتركه ما بين الدولتين داعمه بشكل كبير جدا للحاضر وللمستقبل. يعني حركه عدم الانحياز قامت بمجهود ثلاثي مشترك ما بين الزعماء جمال عبد الناصر وتيتو وجواهرلال نهرو، وكان قبل كده غاندي كان له علاقات مع الزعيم سعد بهلول. الموضوع يعني متشعب له اصول تاريخيه ومسدد الى اليوم. الحقيقه زياره السيد الرئيس بتيجي عشان نوضح، هي تلبيه لدعوه السيد رئيس الوزراء الهندي مودي، وتلبيه لدعوته انه يكون سياده الرئيس هو ضيف الشرف الخاص باحتفاليه قيام الجمهوريه الهنديه، وده شيء بتختص به الهند
للزعماء ورؤساء الدول والملوك اللي ليهم علاقات خاصة جدا وليهم تقدير كبير في الهند. يمكن عشان أقول لحضرتك، ممكن السنة اللي فاتت أو اللي قبلها ما تمش الاحتفالية بسبب طبعا كوفيد 19، لكن آخر احتفالية تمت الهند دعت فيه 11 أو 12 رئيس دولة. السنة دي هي فقط مقتصرة على السيد الرئيس، وده انعكس فقط على السيد رئيس السيسي هذه المرة في هذه الاحتفالية هذا العام. اقتصرت فقط على الرئيس السيسي. آخر احتفالية تمت كانت منذ 3 أعوام، هي توقفت عشان كوفيد كورونا، كان فيها حوالي 11 رئيس دولة دعتهم الهند من منطقة آسيا. الحقيقة اليوم كان في نشاط للسيد الرئيس، تم مقابلة رئيس الوزراء مودي، وكانت مقابلة يعني كانت شقين، شق مصغر مغلق ثم شق آخر بانضمام وفدي البلدين. الحقيقة رئيس الوزراء الهندي عبر عن التقدير الكبير جدا لقيادة السيد الرئيس، وده يمكن أعكس في البيان اللي احنا أصدرناه، لقيادة السيد الرئيس لمصر وسط السنوات الماضية. هو متابع جيد جدا طبعا لمنطقة الشرق الأوسط وما كان من أحداث بعد 2011 وأحداث الإرهاب والتطرف والعنف وإخبار مفهوم الدولة الوطنية، هو أشاد بشكل متكرر خلال الاجتماع بقيادة السيد الرئيس اللي أنقذ لمصر عن كل هذه الأمور، واستعادة الاستقرار واستعادة الأمن وتمسكت الدولة وقويت مؤسساتها الوطنية، بل وانطلقت في عجلة التنمية. في تشابه زي ما بقول لحضرتك، يمكن رئيس الوزراء مودي تولى رئاسة 2014 نفس التزامن مع السيد الرئيس، في تقارب كبير شخصي ما بين الزعماء في هذا الأمر. يمكن دي الزيارة الثالثة عليا، الزيارة اللقاء الأولاني كان في 2015 ثم 2016. كان في جانب أيضا اليوم الخاص بي التعاون، شق التعاون التجاري والاقتصادي، كان في مائدة مستديرة شارك فيها السيد الرئيس بحضور يمكن رموز مجتمع رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة في الهند العاملين في مصر. عايز اقول لحضرتك انه يمكن من اعلى الميزان التجاري اللي موجود في العالم ما بين مصر واي دوله هي الهند، وميزان تجاري متوازن لحد كبير حوالي 7 مليار دولار بالتقاسم ما بين الدولتين استيراد وتصدير. هناك 52 شركه هنديه عامله في مصر في مجالات كثيره جدا. في مجالات ايضا واعده الهند بتتعاون في مصر فيها، خاصه الطاقه الجديده والمتجدده، الهيدروجين الاخضر، الوقود الاخضر في منطقه قناه السويس. ايضا لقاء السيد الرئيس مع رئيس وزراء الهند يعني امتد لكل جوانب العلاقات، سواء التعاون العسكري، التعاون الامني، التعاون الاقتصادي، التجاري، قطاع التكنولوجيا المعلومات، طبعا قطاع متقدم جدا في الهند وواعد. وهناك مذكرات تفاهم تم تبادلها اليوم على اساس ان يكون في برامج للتعاون في هذا المجال. ايضا في المساء كان في لقاء بين السيد الرئيس والسيدة رئيسة الهند، لقاء كان مثمر جدا في قصر الجمهوري الرئاسي، وتناول ايضا جميع جوانب بحضور طبعا وفدي البلدين، تناول جميع جوانب العلاقات الثنائيه. هناك رغبه واراده قويه مشتركه ما بين الجانبين، انعكست في كل الاجتماعات اليوم على تطوير العلاقه. وحضرتك شفتي طبعا النهارده اكيد النهارده تم الاعلان في خلال المؤتمر الصحفي عن الارتقاء بالعلاقات لما تكون علاقات استراتيجيه بين التعاون الاستراتيجي ما بين البلدين. ده بيعني كثير جدا، بيعني مزيد من مجالات التعاون، بيعني مزيد من الاتفاقيات الموقعه بالتزامات محدده ما بين الجانبين للتعاون الحالي والمستقبلي، سواء التجاري، سواء الاقتصادي، سواء في مجال التعليم، في مجال تكنولوجيا المعلومات، التنسيق السياسي على المستوى الدولي في المرحله
الحاليه حقيقه هي زياره مثمره، وكان في يعني من يوم الحقيقه من منذ وصول السيد الرئيس والى اليوم مظاهر الاحتفال والاحتفاء بالسيد الرئيس كبيره جدا، يعني على امتداد الطريق من المطار الى القصر الجمهوري والى مقر اقامه السيد الرئيس. كان هناك يعني مظاهر كثيره من الترحيب في سيادته. النهارده سيادة الرئيس فندم قال هنزود الطيران كمان ما بيننا وما بين الهند. كان في خط مباشر الحقيقه ما بين القاهره وبومباي، وفي خط مباشر ايضا جاري تم افتتاحه ما بين القاهره ودلهي، وده طبعا يعني هيزود من حركه السياحه ويعني تبادل الزيارات. طبعا يعني اضافه وعلامه ايجابيه في تقويه العلاقات ما بين الزياره السيد سفير هتنتهي غدا؟ الحقيقه تنتهي بعد غد يوم الجمعه ان شاء الله. غدا في حضور احتفالات الجمهوريه في منصه العرض العسكري غدا بحضور طبعا السيد الرئيس وهناك عدد من المقابلات ايضا غدا هناك عدد من المقابلات لسياده الرئيس ايضا بعد ان شاء الله جاري ترتيبها. تمام يا فندم. طيب بعد الزيارة بعد غد ستنتهي، هل ستكون العودة إلى القاهرة أم هناك زيارات أخرى؟ لا، هو جاري الترتيب الليل يكون في زيارات أخرى، ولكن طبعاً يعني في حينها لبعد الترتيب نعلنها في حينها. نعم. بشكرك سيد سفير، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيد سفير بالسمرادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. زيارة ناجحة على كافة المستويات زي ما حضراتكم تابعتوا وزي ما سمعتوا، بتتكلم زيارة ناجحة على مستوى السياسي لأن هناك توافق ما بين الهند وما بين مصر على المستوى السياسي، أيضا توافق على المستوى التجاري والاقتصادي، ومسألة زيادة عدد الرحلات هناك طبعا توافق على المستوى أيضا الثقافي والاجتماعي. أستاذ إيهاب قفل طبعا. أستاذ إيهاب معانا. أستاذ إيهاب حضرتك يا فندم، حضرتك بتقول إن كل اللي قالته آية كلام لا محل له من الأعراب. اللي قالته دلوقتي على الهواء قدام الناس كلها ملوش أي صحة بالنسبة للواقع. إيه الصحة؟ قول لنا إيه اللي حصل؟ هي ذاكرة في المحضر إن هي سابت الطفل مع واحدة راحت تجيب حاجة. ده اللي قالته في محضر الشرطة، وده اللي قالته في تحيات النيابة. تمام. دلوقتي قدام حضرتك بتقول إن هي كان في معارف وناس عارفاهم. ازاي حتى؟ طب هل هي سابت الطفل مع اللي سرقته المتهمة؟ سابته واختفت حوالي ساعتين. الآية سابت الطفل واختفت حوالي ساعتين. وبعدين؟ المتهمة طبعا دورت عليه على والدته ما لقيتهاش. تمام. خدته وروحت؟ مش خدته وروحت، والدتها اتصلت بيها، والدتها ست مريضة. كان عندها فحوصات طبية في مستشفى النيل. اتصلت بيها، أنا تعبانة تعالي وديني المستشفى. فطبعا فروحت بيه اقصد يعني. ففي ام في ام سابت طفلها وراحت فين الله اعلم. تمام. فدي عندها ثلاث اولاد اللي هم كانوا موجودين معاها، واللي هم لما راحت ودت مامتها المستشفى ما حاولتش تدور على ام الطفل اللي سابته؟ ما لحقتش حضرتك لحاجه. ما لحقتش. كانت بقى خلاص تم القبض عليها ومعاها الطفل. كان هي رجعت من المستشفى جابوها من بيت والدتها، وهي راحت المستشفى بالطفل اللي مخطوف مع مامتها المستشفى ورجعت بيه. ايوه يا فندم. تمام. ده اللي حصل. خلينا هنتابع. تمام يا فندم. تمام. انا بسمع الطرفين. بشكرك استاذ ايهاب. تمام. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم، اشوفكم السبت على خير. مع تحياتي عزه مصطفى والى اللقاء.